أولى فقراتنا لليوم مشاهدينا مع نشاط اتحاد الناشرين السوريين التي لم تتوقف عجلة الحياة عن الدوران لديهم، فكانوا وما زالوا رديف ومورد من مناهل الحياة الثقافية في سوريا، سواء عبر النشر أو المشاركة في المعارض المحلية والعالمية. للحديث أكثر عن هذا النشاط بصيرنا نرحب معنا بالاستديو رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح كل السادة المشاهدين، وصباحكم ياسمين دمشقي بقلق وعبير دمشق دائما بتحسنا على الأمل وعلى العطاء من خلال عملنا نحن كناشرين، من خلال الكتاب والقراءة والمعرفة. وصباح متجدد دوما لك ولجميع السادة المشاهدين. يسعد صباحك أستاذ هيثم. رح نبدأ حديثنا بنشاطكم الأخير واللي هو كان المشاركة بمعرض بأبو ظبي. نعم. خلينا نحكي عن هالمشاركة، كيف كانت؟ والله كانت نحن دائما كل مشاركاتنا السورية بالعالم العربي أو حتى في المعارض الدولية عم تكون فعلا مشاركة متميزة. هذا العام كان في حضور كتير كبير ومهم للناشر السوري بهذا المعرض يلي فيني سميه لك يا معرض أبو ظبي. هو معرض مهني، معرض خليني نسميه أكثر متطور مهنيا بشكل جيد يعني، والهدف منه جعل القراءة عنوان للمجتمع، وجعل أيضا تنمية القراءة أساس من أساسيات هذا المعرض. هذا المعرض كان فعلا حضورنا كان متميز، نحن كنا تقريبا الموجودين أو المشاركين مو الموجودين، لأنه نحن صار في عنا خلل بسيط أو خلل جيد عدم صدور بعض التأشيرات للناشرين السوريين، مما أفقدنا أيضا بريق كنا نحن دوما نحن نتواجد فيه. نحن كنا بالأساس حوالي 65 مشارك في هذا المعرض، لكن في بعض الإجراءات الإدارية التي منعت عدد من الناشرين السوريين طبعا. وأنا أقول أيضا هذا العام الموضوع ليس فقط مختص بالناشر السوري، إجراءات إدارية كانت ملبكة ومتعبة للمنظم، فأبعدت عدد كبير من الناشرين السوريين المصريين الأردنيين اللبنانيين. إذن هذا العام مما يعني فقد مو فقط أيضا مما فقد أيضا خليني أقول حضور لهذا المعرض الذي مثلا خليني أقول حوالي 15% من عدد الأجنحة كانت فيها بعض الأجنحة الفارغة بهذا المعرض. وطبعا نحن افتقدنا عدد من الناشرين السوريين بهالمشاركة، ربما يكون تقريبا يلي ما حصلوا على التأشيرات حوالي 10 من حوالي 65 ناشر، وربما في الأيام القادمة أو في الدورات القادمة للمعرض يتم تلافي هذا الموضوع من إدارة المعرض. لكن ومع ذلك كان حضور كبير، نحن تقريبا عم نشكل دائما الكتلة من الكتل الكبار في عالم النشر في العالم العربي وأيضا في المحافل الدولية. يعني اليوم أنا فيني أقول لك أنه الناشر السوري بمعرض أبو ظبي كنا نحن رقمنا مثلا من الناشرين ممكن نكون العدد 3 متواجدين أو 4 بالحضور الغني والغني الكبير بالمعرض. وكان أيضا والأهم كان لنا حضور حتى على الصعيد الثقافي، إن كان بالنشاطات الثقافية دائما المرافقة للمعرض، فكان لنا حضور ثقافي جيد إن كان على الصعيد الندوات المهنية اللي لها علاقة بمهنتنا بشكل كامل، إن كان بموضوع التطوير المهني أو إن كان أيضا بالحضور الثقافي لتطوير عملية القراءة ولتقديم وجبات ثقافية ولتوقيع الكتب. فبتصور دائما مثل ما قلتوا النشاط كبير، لأنه بالأساس المواطن السوري اللي هو الناشر السوري يحمل حضارة كبيرة. وأنا سميت بأكثر من مناسبة حقيقة أن الناشرين السوريين بهذه الأزمة أو بهذا الواقع اللي احنا عشناه هن أبطال
من أبطال مجتمعنا يلي ما غابوا أبدا. وهذا اللي بدي أسألك عنه سيد دورة هيثم الحياة. هذا اللي بدي أسألك عنه، أنه المشاركة بالمعارض المحلية والدولية، حضور الناشر السوري قوي رغم كل الظروف والصعوبات والضغوطات اللي بيتعرض إلى الناشر السوري، رغم يمكن ظروف الحرب المفروضة علينا بشكل يومي، إلا أنه حضور الناشر السوري قوي، المشاركات قوية. حتى يمكن الحضور لما عم يجي على الجناح السوري عم يتفاجأ بالمشاركة الكبيرة، يعني عم يكون بالمراتب الأولى. نعم، حتى أنا بدي أقول لك على شغلة فعلا وحقيقة، عندما نرى مثلا الطريقة أو الدورة الحياتية التي يعيشها الناشر السوري، من تعقيدات إن كان في عملية الحصول على التأشيرة، وكما تحدثت لك أنه نحن هذا العام كتير تأثرنا بهذا الواقع، أو عملية الشحن ووصول البضائع إلى المعرض، أو في عملية التنقل الناشر نفسه من خلال، أحيانا نضطر أن نكون عن طريق عدة مطارات إلى وصول إلى بلد الهدف. صحيح. كمان هذا من المشاكل التي يعانيها أيضا عملية، يعني التكلفة عندك بتزيد، تكاليف كتير عالية. كل هذه ومع ذلك المواطن الناشر، المواطن السوري الناشر يسعى إلى التواجد بشكل كامل، ولا يكون الهدف الرئيسي هدف مالي، هدفنا هدف حضور. وأنا وقت بتحدث مع الناشرين حقيقة ليس الموضوع هدفنا دائما هدف ربحي، تواجدنا وهو هذا الأساس، ما أعطانا على فكرة صبغة على أنه فعلا نحن شعب يسعى دوما إلى التواجد في هيك التواجد وإلى الحضور ورفع العلم بالجناح ورفع السوري، العلم السوري، السوري رغم كل الظروف، حتى خلينا نقول بأصعب الظروف. عندما كنا مثلا نعاني الوصول للمعرض، مثلا أنا نخرج من منازلنا مثلا الساعة 5 الصبح لنصل إلى المدينة التي نقصد إليها ربما في 10 ليلا أو ربما في 5 صباحا في اليوم التالي، ومع ذلك كان هدفنا، لأننا نحمل رسالة، نحن كناشرين سوريين بمجتمع سوري حضاري، نحمل رسالتنا الحضارية التي تدعو إلى المحبة والسلام وإلى أيضا تطوير المجتمع وإلى الرقي. هذا ما يقوم به الناشر السوري، وكان يحمله الناشر السوري من أدوات لنشر القراءة ونشر المعرفة في العالم العربي. هذا الشيء مميز يمكن يلي بيحملوه السوريين وين ما راحوا، من خلال حضرتكم أنتم باتحاد الناشرين، أو أيضا عم نشوف يعني بكل الفئات الشبابية السورية وين ما عم يتوجهوا على العالم، عم بيكون لهم بصمتهم، عم يقدروا يعكسوا هي الإرادة، الحياة والثقافة الحلوة الموجودة عندنا بسوريا. أستاذ هيثم، بعد هذا المعرض شو هي خطتكم ومشاريعكم؟ عشو عم تشتغلوا بهي الفترة باتحاد الناشرين؟ هلا نحن هذه الفترة نحن بنعتبرها فترة استراحة، اللي هو استراحة المحارب. نحن دائما بشهر 5، الآن هو المعرض الأخير الآن القائم، معرض طهران الدولي. بعد معرض طهران تقف عملية مشاركاتنا الخارجية، تقريبا تقف حوالي 3 أشهر. بهدول الأشهر الثلاثة دائما بيكون هي ظاهريا الناشر هو في عملية استراحة، لكن عمليا هو عمليا تحضير للقادم. وهذا أنا اللي من خلال شاشتكم الكريمة أنا بدي أدعو المبدعين السوريين والكتاب السوريين ومن يعمل في مجال الأدب وفي مجال المعرفة ومجال العلم أن يأتي إلى الناشر السوري، يأتي إلى المكاتب الناشرين السوريين الممتدة على كامل أراضي وطننا الحبيب، ويعرض الأعمال الأدبية اللي عنده. وأنا حضرتك حكيتي على موضوع الشباب، وأنا من خلال أيضا برنامجكم بحس الشباب السوري المعطاء إلى التوجه إلى مكاتب دور النشر وعرض إبداعاتهم. اليوم على فكرة عم نشوف بهذا الواقع السوري اللي احنا عم نشوفه، عم نشوف شباب بصراحة متيقظ، شباب عنده أمل، عم نشوف كتابات مهمة اليوم. أنا في عندي سوري إبداع سوري هائل، إن كان على صعيد التجديد بكل شيء، بكل والتطوير بكل ما نملك من معرفة وثقافة وعلم. هذا الشيء بصراحة بحاجة ليكون فيه، خليني أقول له، منابر. ونحن
كاتحاد ناشرين اللي هو ممثل بجميع الناشرين السوريين التي تنطوي تحت مظلته، جاهزين لعرض هذه الإبداعات وإلى أيضا تطويرها ودعمها وإظهارها للقارئ، لأنه نحن يعني تبني فينا نقول الشعر تبني هذا السوري الناشر السوري يمكن إن كان من طريق الكتابة أو الشعر، أنتوا جاهزين لتتبنوا، جاهزين للتبني وجاهزين لإظهار. اليوم على فكرة يعني اليوم دور النشر هي منصات، اليوم دور النشر هي منصات للمبدع، هي منصات ومحطات إعلامية ومحطات إظهار للإبداع السوري وللكتاب السوري. أنا بتمنى اليوم نشوف مبدعين جداد موجودين، نشوف هذه المنصات أن يمتزج معنا الخبير والكبير مع الكاتب الشاب، إن كان في اليوم أدعو أنا كتاب الآداب بكل مفاصل ومختلف الأدب اللي عم يشتغل عليها، إن كان الأدب الصيني، الأدب العالمي، إن كان الأدب العربي، الأدب الإنجليزي، إنه يعرضوا علينا والأقسام المختلفة يعرضوا علينا إنتاجاتهم وأفكارهم. أيضا الكليات العلمية اللي هي كليات الهندسات أو الكليات الريفية لدعم البحوث والدراسات العلمية وإظهارها، وإظهار هذا القلق اللي نحن بصراحة اليوم كلياتنا بحاجة لأن نقرأ اليوم ما وصل إليه العلم والتطور اليوم لطالبنا اللي نحن عم نشوفه. نحن اليوم على فكرة بأكثر من مناسبة عم تشوفي إنه اليوم نحن طلابنا وقت عم تطلع على المسابقات العالمية أولمبياد العلمي مثلا عم ياخذوا مراكز متطورة ومراكز متقدمة، فنحن هدول بصراحة أنا اليوم متمني إنه هدول الطلاب وهدول المبدعين نشوفهم عنا لنحسن نحن كناشرين نتبنى مثلا هذا الطالب اللي تفوق في خليني أقول تقنية الحاسوب، اليوم نشوف هذا هي الطالبة اللي تفوقت مثلا بالرواية لإعطائها أمل ونعطاء وإظهار أيضا هذا الكتاب وهذا العمل اللي هي قدمته من خلال كتاب مهم، إن كان على فكرة مو بس النشر نحن اللي ننشره هو نشر ورقي، نحن عنا النشر الورقي وعنا النشر الإلكتروني، في عنا منصات كبيرة اليوم لناشرين السوريين عبر محطات إلكترونية كبيرة لإيصال أيضا حتى الكتاب بأكثر من صورة. يمكن هذا الدور الحقيقي لاتحاد الناشرين السوريين في ظل ظروف الأزمة اللي عم نعيشها، دعم المواهب السورية وتبنيها. بدنا نشكرك أستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين على وجودك معنا، وبدنا نوجه لكم التحية ونتمنى لكم التوفيق على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. يمكن نحن موجودين لنحارب بكلمة إلى جانب الجندي السوري اللي عم يقاتل في ساحة المعركة. وأنا بدي أشكرك كمان أشكر حضوركم، وفي حقيقة مثل ما قلتي نحن كلياتنا عم نحارب بالكلمة وعم نحارب بالفعل وعم نحارب أحيانا بالمعرفة وبالكتاب، وأنا لذلك دائما بقول أنا على كما في عنا أبطال الجيش العربي السوري في عنا أبطال النشر العربي السوري اللي إنين عم يشتغلوا معنا، وأنا بشكركم وبشكر كمان محطتكم الإعلامية المتميزة وهذا البرنامج اللطيف، ونلتقي مجددا بإبداع آخر من صناعة سورية بامتياز. إن شاء الله.